السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكييف ومخترع التكييف، العالم الأمريكي ويليز كارير المولود في دولة أنغولا في إفريقيا سنة 1876 ميلاديا، ثم انتقل بعد كده للولايات المتحدة الأمريكية ومات فيها سنة 1950 ميلاديا. راجل مشهور وصاحب 25 اختراع في مجالات مختلفة. طبعا في البداية شكرا له على كل حال، لأنه نفع البشرية. العالم الأمريكي ويليز كارير كان موضوع جدل ونقاش الأيام الماضية بين مجموعة من الملحدين مقابل الناس العادية من المسلمين. بدأ الموضوع بتغريدة من ملحد وأخدها مشاركة منه ملحد تاني وعلقوا عليها وقالوا. العالم الجليل مخترع المكيف ويليز كارير الذي قضى على حرارة الجو والصيف اللاهب للأسف سيدخل النار لأنه لم يكن مسلما، ورد عليه الملحد الثاني متهكما: هذا العالم الذي أفاد البشرية يدخل النار، هو الشافعي الكذوب الأمعط يدخل الجنة، تبا لهذه العدالة، إنها ليست عدالة الله. وكالعادة بتلاقي الملحد بيضع افتراض خاطئ وبيبني عليه، وكعادة الملحد العربي وهو أجهل من حمير البوادي. الملحد العربي بيقارن ما بين ويليز كارير مخترع التكييف والإمام الشافعي رحمه الله، وطبعا المقارنة دي تشبه بالتمام من يقارن ما بين ميسي لاعب كرة القدم وبين عم حسن حارس العمارة. وكأن الملحد بيقول لنا ان ميسي حصل على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، بينما عم حسن حارس العمارة لم يحصل عليها ولو مرة واحدة. ايه العلاقة بين عم حسن وبكرة القدم؟ ما نعرفش. ايه وجه المقارنة ما بين حارس العمارة وميسي؟ برضو ما نعرفش. مهنة ميسي غير مهنة عم حسن، المقارنة خطأ وكلها غباء في غباء زي غباء صاحبها. لو ويليز كارير اكتشف جهاز تبريد هواء الدنيا، فإن إمام الدنيا الشافعي دلنا وأرشدنا على برد الإيمان في الدنيا وبرد الجنة يوم القيامة. يمكن الكلام ده ما يكونش له أهمية عند هذا الملحد، لكن هذا الكلام مهم بالنسبة لنا احنا كمسلمين. أي مسلم مؤمن محترم يجد هذا الكلام كنز من ذهب بالنسبة له، ولا يشغلنا عدم إقناع الغير بديننا لو أصر على عدم الفهم والسماع. وهحاول برضو أفهمك علشان يبقى أقمت الحجة عليك، ولو رفضت فأنت وشأنك، ويوم القيامة هتعرف مين اللي كان على الحق ومين اللي كان على الباطل وبيجادل بالباطل. بس خد بالك ساعتها مفيش فرصة تانية ولا مجال للتفكير، واللي أنكرت وجوده في الدنيا هيعذبك في ناره يوم القيامة. الجانب الأهم من كلامنا هو إن الجنة ليست جائزة نوبل بيفوز بيها صاحب اختراع التكييف أو أي اختراع أيا كان مفيد للبشرية. الجنة لها شروط أهم مليون مرة من كل اختراعات العالم. الجنة لمن آمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر واستسلم لله. المسلم الناجح في الاختبار الدنيوي، حيث الدنيا دار اختبار للآخرة، فمن أحسن الزراعة في الدنيا سوف يجد ما زرع يوم القيامة. إن كان إيمان وعمل صالح له الجنة، وإن كان كفر فله النار ولو كان له عمل صالح. الدنيا كلها بل ومليار مثل الدنيا واختراعات الدنيا لا تساوي قيمة حرف واحد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بقى من ناحية من يدخل الجنة ومن يدخل النار، فهذه يعلمها الله وحده سبحانه، ولا شريك له في علم الغيب. لكن من آمن بالله وأصلح فهو من أهل الجنة، ومن كفر بالله سواء أساء أو أصلح فهو من أهل النار، ولو أنفق على فقراء أهل الأرض كلهم من ماله الخاص. لا شيء مقبول من مخلوق إلا بعد الإسلام وشهادة التوحيد. من ناحية تانية ويليز كارير لم يكن يريد جنة الله، ولا يعترف بالله ولا بجنته ولا بناره ولا بالقبر وعذابه ونعيمه ولا الآخرة. كارير لا يعترف بالله ولا برسله ولا بالقرآن ولا بالأنبياء
ولا بالكتب المنزلة على الأنبياء والرسل. فهل ندخله بقى جنتنا غصب عنه؟ هل نجبره أنه يدخل جنتنا؟ هو لا يعترف بوجودها واعترف بيسوع وجنة يسوع، فليذهب إلى يسوع يوم القيامة لنرى من يسوع أصلاً وماذا سيعطيه. وأقرب مثال على غباء الملحدين العرب هو كلامهم اللي احنا ورناه لكم ده: يا غبي منك له، انت اصلا غير معترف بوجود اله وغير معترف ان في حاجة اسمها جنة ونار، وبتقول ان الموت هو اخر القصة وما فيش حاجة بعد منه. فازاي بقى عاوز ربنا سبحانه وتعالى اللي انت اصلا مش معترف بيه يدخله الجنة اللي انت برضو مش معترف بيها؟ انت لو قصدت تثبت لنا غبائك مش هتعمل اكتر من كده. مصيبة كبيرة حين يجتمع الكفر مع الغباء في بروجرام واحد. ندخل على نقطة تانية، وهي ابتكارات واكتشافات المسلمين والعرب سبقت اوروبا باكتر من 1000 سنة مرت. فمثلا كان خلاط المياه الساخن والبارد موجود في بغداد قبل 700 سنة من اختراع الكندي توماس كامبل للصنبور سنة 1880 ميلاديا. هل قالوا لك الكلام ده في الإعلام؟ هل قالوا لك ان في زمن الدولة العباسية في القرن السادس الهجري ال 12 الميلادي كان الماء الساخن والبارد متاح في منزل اي مواطن عادي من عامة الشعب؟ فماذا يا ترى كان في بيت الملوك والوزراء والأمراء؟ عارف أنا اللي بيقول هناك ده، أنا مش مصدق الكلام ده، احنا كلنا كنا عارفين أبائنا وأجدادنا وما كانش عندهم الكلام ده لفترة قريبة. هقولك يا سيدي، جاء في كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي في الجزء 36 صفحة 327 عن رجل اسمه علي بن أفلح، اختلف مع الخليفة المسترشد في أمر ما فهرب وأمر الخليفة بهدم داره. فجاء في الخبر: هرب علي بن أفلح وأمر المسترشد بنقد الدار، وكان قد غرم عليها 20,000 دينار، وكان فيها حمام ولمستراحها أنبوب، انفرك يمينا جرى ماء ساخنا وانفرك شمالا جرى ماء باردا. ونفس المعنى والخبر في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ونختم بالصدمة لكل علماني وملحد منسلخ من هويته: هل سمعت باختراع الملقف؟ الملقف هو اكتشاف إسلامي عربي، وهي طريقة قديمة جدا لتبريد المنازل في البيوت الحارة في الصحاري والجبال. الملاقف هي عبارة عن فتحات تهوية من أعلى المنازل زي اللي انت شايفه في الصورة دي، ودي صورة هندسية بتوضح الفكرة. والفكرة ان الملقف ده بيسحب الهواء النقي من الخارج وبينزل الى اسفل المبنى ليخرج الهواء الساخن من الجانب الاخر. والملقف او برج الرياح كان حل طبيعي لمشكلة المناخ الحار في بلاد الإسلام. مبدأ عملها يكمن في تبادل للحرارة بين الهواء الحار الرطب والمياه الباردة الجارية في قنوات خاصة تحت أرضية المباني. البرج مزود بمنافذ هوائية تعلو وجهات المبنى لسحب الهواء البارد من الأسفل ليدخل الحجرات الداخلية للمنزل، لأن حركة الهواء الخارجة التي تمر من قمة البرج تخلق فرق ضغط يساعد على سحب الهواء الحار من الداخل. وبالتالي فإن تلازم وجود الملاقف مع مشربية مفتوحة على الفناء الداخلي يضمن تجديد مستمر لهواء الحجرات. والفكرة انتقلت بعد كده من بلاد الإسلام إلى أوروبا بعد الاحتلال الأوروبي لبلاد الإسلام. اكتب بس على جوجل كلمة الملقف أو برج الرياح بأي لغة تعجبك وهتلاقي كلام كتير علمي وتاريخي. يعني دخلوا بلادنا جهلة ومتوحشين ومتخلفين وفقراء، ورجعوا بالعلم والفهم وتعلم النظافة والأخلاق. الحروب الصليبية أحضرت إلى الشرق مجموعة من الحيوانات في جلد بشر، لا أخلاق ولا نظافة ولا تعامل حسن ولا أي شيء. اتعلموا مننا الأدب والنظافة والنظام وأخدوا العلم، لكن الفرق
إننا تركنا العلم وهم طبقوه. يبقى العيب مش في الحضارة الإسلامية، لكن العيب في القائمين عليها. ولو تحدثنا عن المخترعين العرب والمسلمين وسبقهم للغرب بعشرة قرون ما كفانا ولا ألف حلقة. مشكلتنا إننا جاهلين بتاريخنا، مشكلتنا إننا منبهرين بالغرب لأننا جاهلين بتاريخنا وحضارتنا. المصيبة إنك تكلم الشاب المسلم اليوم وتأتي له بكل المراجع والمصادر التي تثبت له إن أغلب اختراعات الغرب اليوم أصلها من علوم المسلمين العرب، لكن الشاب المنبهر بالغرب ما يصدقكش. بس ازاي هيصدقك وهو اصلا لم يفتح كتاب في حياته، واخر احلامه انه ياخد صورة سيلفي مع فيفي عبده او محمد صلاح. محمد صلاح بيرقص الخصوم في الملعب وفيفي عبده بترقص على المسرح. واخيرا رحم الله امي وابي وتقبلهم في الصالحين ورفع درجتهم في المهديين وجميع موتى المسلمين، ونصر الله اخواننا في فلسطين وفي السودان واخزى الله اعداءهم اجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.